رحيل فيتوريا مع ولا ضد؟ لا طبعا مع، لا طبعا طبعا لازم يرحل. ليه بقى؟ قدم ايه؟ ما قدمناش حاجه. تعالى كده نشوف منتخب مصر الفتره الاخيره، سيبك من الماتشات الايه العاديه، تخلينا في البطوله. ملعب 4 مباريات ويدخل فيها 7 اهداف، دي مشكله كبيره. لما العب 4 مباريات وما كسبش مباراه مشكله اكبر. لما تكون مجموعتي فيها موزمبيق وفيها كاف فيردي انا عايز اسالك وغانا، سؤال، هو مدرب كويس؟ والله اللي اتدربوا معاه هم اللي يقولوا. لا السي في هو اللي بيقول. السي في ماشي، لكن هو ما دربش منتخبات. يعني اللي احنا شفناه، اللي احنا شفناه في البطوله، اديني كده هدف جبناه جمله. يلا كلنا اهدافنا بقدرات فرديه، حتى الهدف اللي شكله حلو شويه الدبل باص مع تريزيجيه وحجازي. ايه اللي جاب حجازي اصلا في هنا؟ هتقول لي المدرب قال له خليك هنا؟ ده اظن دي حاجه جايه كده عشوائيه. ماشي، الاهداف الثانيه كره عرضيه تخبط في رجل صلاح في الاول، مصطفى محمد يلف، هل ديت تكتيك مثلا واحنا ما نعرفش؟ اهداف كتير، مش عايز انسى اي هدف، لكن الشكل العام والشارع المصري كله طالب بعدم وجوده، لان فعلا ما قدمش شيء. قول لي طلع مين نجم في البطوله، طلع مين الكذا لاعب مثلا نقول عليهم هم دول مستقبل منتخب مصر، صح ولا لا؟ فمع احترامي وتقديري، اللعيبه كانوا في حالتهم؟ في بعض اللعيبه كانت في حالتها وفي بعض اللعيبه ما كانتش في حالتها. ما هو برضه بص يا كابتن، التوفيق عدم توفيق يعني مهم لو في جدا. بديل غير فيتوريا كان يبقى في افضل من كده؟ انا هفضل دايما مع المدرب المصري. ليه؟ دايما انجازاتنا كانت مع المدرب المصري، كابتن الجوهري، كابتن حسن شحاته، وكلنا اتمرنا تحت ايديهم وشفنا الفرق ما بينهم وما بين المدربين الاجانب. اولا المدرب المصري حاسس بالناس، حاسس باللعيب. لو انت الامور الفنيه عندك قليله حتى شويه، لكن عندك الدوافع والكلام اللي هو يخليك تولع قبل ما تدخل تنزل المباراه، ودي نقطه مهمه جدا جدا للاعب المصري. اللاعب المصري العواطف بتفرق معاه شويه. يعني كابتن حسن شحاته لما كنا بنروح الماتشات بيفتح لنا الاغاني، ما شربتش من حاجات بتحمسك. الكابتن جوهري لو انت قعدت معاه في شغل كويس، لو قعدت مع الكابتن جوهري في محاضره هتقول له انا عايز العب دلوقتي. واللي فيه النقطه دي بصراحه كابتن حسام حسن. والناس بتطالب بالكابتن حسام حسن، وانا واحد بطالب بالكابتن حسام حسن. شهادتي فيه مجروحه، لان انا بشوف حسام حسن لأن ده حاجه كبيره بصراحه. كبير وهيفضل كبير. بس انا نفسي اعرف امتى هياخد الفرصه. ان شاء الله يعني يفوت. كابتن حسام دلوقتي ربنا يديله طول العمر، هو كابتن ابراهيم، حد خدم زيهم في المنتخب؟ لا. حد ادى للكره المصريه زي ما هم ادوا للكره المصريه؟ ده وجهه نظري ان هو لازم ياخد الفرصه، واحق واحد ان هو ياخد الفرصه دلوقتي. لان كل التقدير والاحترام، شفنا الاجانب ما عملوش حاجه. احنا دلوقتي مغيرين كم مدرب من 2017؟ 5. خمس مدربين، اجيري، كيروش، قبليه كان موجود لما رحنا كاس العالم، كوبر. طب وبعدين؟ هو اخرنا اجيري ولا حسام؟ لا 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 لا، كابتن حسام طبعا. كيروش ولا حسام؟ كابتن حسام طبعا. انا قلت لك انا كل فيتوريا ولا حسام؟ طبعا كابتن حسام، مع احترامي وتقديري كل المدربين. رينار ولا حسام؟ مين؟ رينار ولا حسام؟ لا كابتن حسام برضه. انت في الوقت ده عايز حسام حسن.